شيخ سعد، انا عم تلفن لقلك انه انت طالق طالق طالق. صدقني يا شيخ سعد، صدقني يا شيخ سعد، اسمعني منيح، ما في رجال بالعالم، ما في رجال بالعالم بيتحمل انه شريكه بكل مفاصل حياته بيستغبي لهالدرجة. زهقت تنازلات، لك زهقت تنازلات يا شيخ سعد. انا امنت لك على حياتي وعلى مستقبلي، بس انت منك سألان. ما تقطشني يا شيخ سعد، اذا بتريد ما تقطشني. في توتر بالعلاقة بيني وبينك صار لفترة، منك ملاحظ؟ عم تتغدى وعم تتعشى مع اللي بيسوى مع اللي ما بيسوى، عم تتسير مع اللي بيسوى مع اللي ما بيسوى. اخذوا لك قلبك وعقلك لدرجة انه بطل عندك وقت تحمل هالتليفون قبل ما تنام وتخبرني شو صار معك بالنهار يا شيخ سعد مثل العادة. بليز يا شيخ سعد ما تحكي، ما تقطشني اذا بتريد. خلص خلص، شو ما عملت وشو ما حكيت ما بتقدر تطفي النار يلي بقلبي. ولو ما بتقول انه هذا الانسان عنده مشاعر مثلا، ما بتقول انه بركة انا بغار مثلا، ما حسيت معي ابدا يا شيخ سعد. ما تزعل مني يا شيخ سعد، انا رح اطلب محامي طلاق اكيد اكيد.